ولكن يعمل بالتقارير الأمنية اللي تجي من فرنسا، لأنه يجيبها له نزار. نزار لما يجيب التقارير يلزمو يعطيه الحل. الحل واش هو؟ القمع، القتل. القتل نزار يعرف القتل، هذا مش يعرف. إنسان دموي، راجل قتل زوجته، يمات ولاده بشهادة ابنه. ماشي أنا اللي قلت ولده. واليوم على بالناش وين راه ولده، راهو مختفي. ولده خفى بالش قتلو، خلاص بالكش قتلو. إنسان دموي. مادام هاد الثلاثة يسيروا في شؤون البلاد، توفيق نزار شنقريحة ما يقدرش يشوفوا الخير. تذكروا توفيق ونزار من كانوا في 92 هما اللي شعلوا النار الحرب الأهلية وبقاو يسووا. توفيق جعل من جهاز الأمن والمخابرات جعلوا آلة تاع التعذيب والقتل، سمعت؟ والقتل يعني الغير معلن، اقتل ورمي ابعث اونتيلي سوزيكس. الناس في الشكاير قالوا حطهم اونتيلي سوزيكس. كيفاش توفيق ما يرونديش كونت ولا ما يتحاسبش على هادو؟ نزار ما يتحاسبش. اليوم شكون قادر ينحي هاد الثلاثة؟ شنقريحة، توفيق، نزار، شكون قادر ينحيهم؟ تبون؟ امبوسيبل. تعاون على عسكر اخرين كانوا تحت اوامرهم؟ امبوسيبل. الوحيد اللي قادر ينحيهم هو شعب يتنظم ويتهيكل ويوجد قيادة من رجال اوفياء، رجال نزهة، باش يرافقوا هذا الشعب الى اسقاط نظام عصابة ولاد حرام والشروع في بناء جزائر جديدة بدماء جديدة بوجوه جديدة، ماشي بوجوه كانت ازلام النظام السابق. ربي يقدر الخير بلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام.